أولا كنشكرك على قبول الدعوة وتواجدك معنا. شرفين. كأول سؤال نبغيك تقرب المغاربة من المسار ديالك في هذه الرياضة هذه. الرياضة هذه راه ديتها في 2004، فاش كان عندي 11 عام. كنت غا كنلعب، عجبني وصافي ماشي. قلت غادي نتدرب ولا ندير شي ماتش ولا ندير شي حاجة. الخواتر داني معايا الجيم، ومن تما أقول ضربت أول مرة في الرينج، عاد قلت صافي راه هي هذه هي هذه هي هذه هي الخدمة ديالي. من تما تحبيت انا مع الكيك بوكسينغ، ومن تما بديت كنتريني، بقيت كنضارب بقيت نضارب نضارب. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كنعرفو دابا الحمد لله. نتمنى لك التوفيق بيان سور في المسار ديالك. كيفاش مرات الاستعداد ديالك لهذه النزالات؟ غادي مزيان، كنتريني مزيان الحمد لله. الماكلة كلشي مزيان، والوزن ديالي كله مزيان، وكنتريني بحال الماتشات كلهم. وهذا الماتش عاوتاني مهم باش نربح هذه، بمورا هذه ان شاء الله نضرب على سميتها يقولوا لها الحزام. على بيض الحزام ان شاء الله. شنو اللي كنديروا؟ المنافس ديالك غيكون برازيلي ان شاء الله، كيفاش كتشوف الخصم ديالك؟ برازيلي زوين، كيضرب مزيان، عنده كيضرب باليدين والرجلين، عنده بحال بحالي بحاله. السبت غادي نوري ليه شكون اللي احسن منه. نتمنى لك التوفيق بيان سور. نبغي نسولك واحد السؤال. كاين مؤخرا شفنا بزاف ديال الابطال المغاربه في هذه الرياضه، كنلقاوهم عندهم الجنسيه المزدوجه سواء من زايدين في المانيا هولندا. علاش بالضبط هاد كنلقاو في هاد الرياضه بزاف من هولندا المانيا بلجيكا؟ في الرياضة، في الرياضة ديال الكيك بوكسينغ ولا بغيتي شنو؟ فريد الكيك بوكسينغ بيان سور. على المغاربة حيت كديروها بزاف. احنا راه اش غادي نقول في الدم ديالنا الضاربة، فهمتي؟ انا واخا كان لك كنعرفو، كنعرفو حتى الكورة، عندنا مع الكورة بزاف. شوف الكورة دابا كيفاش كيديروا المغاربة، كتفرج فيهم كيفاش كيلعبوا. كيك بوكسينغ راه شحال هادي، تقول المغاربة كلهم كيعجبوا يضربوا كيك بوكسين. إذا رجعنا معاك أنت كبطل مغربي، كاين واحد البطل العالمي ومغربي اللي هو بدر هاري اللي تألق في كيك بوكسينغ. اه بالنسبة لك واش بدر هاري شجع بزاف ديال الشباب أنهم يديروا هذه الرياضة؟ انا شجعني، انا شجعني كيشجع كلشي. راه هو المغرب اللي وصل في العالم كله، ضرب مع كل شيء، مع أبطال ديال العالم كله، وربح منهم وخسر منهم. المهم راه هو كيمثل المغرب مزيان. شنو هي التحديات ديالك المستقبلية؟ شنو هو الهدف ديالك في المستقبل؟ فضايا الهدف ديالي ان شاء الله، ان شاء الله ناخذ الحزام ديال بطل العالم ان شاء الله، ديال 95 كيلو، ومن وراها نشوف ان شاء الله. شنو هي الرسالة اللي تبغى تقول للجماهير المغربية اللي كتساند الأبطال المغاربة في جميع الرياضات؟ جماهير المغربيين يديروا داكشي مزيان، يسمعوا الوالدين من الاول، فهمتي؟ والديسيبلين والريسبكت، غادي نقول لهم. وان شاء الله كل شيء يوفق. عندك شي فريق مغربي كتشجعه؟ وداد ودادي. وداد ودادي كيفاش كتشوف اللقطة؟ تفرجتي نهار الأحد في المباراة من الأهلي؟ فينال. تفرجت وشتي كيفاش عشتي ديك الأجواء ديال المباراة؟ زوين زوين زوين. ما كاينش في العالم كله ما تشوفش شتي الجماهير ديال الوداد كيفاش يرهنوا. انت ودادي لا رجل. أنا كازاوي، أنا محايد ناتر. انت بجوج ياك، ما يديك بجوج. معليش، ونتمنى لك التوفيق نهار السبت ان شاء الله. امين ان شاء الله. نبغيوك تعرف مغاربه تهضر لينا على الباركور ديالك، المسار ديالك في هذا الرياض. دوزت مزيان. حنا بزاف مغاربه هنا في هولندا ومجموعين، وتنعملوا سيبورت بعتيتنا. كيفاش كانت التعداد ديالك لهذا النزال؟ الخصم ديالك غيكون الماني، كيفاش كانت التعداد ديالك؟ الحمد لله مزيان، الحمد لله. بغيت نسولك عاوتاني، شفنا بزاف ديال المغاربه اللي كيديروا ضربات الكيك بوكسينغ كتلقاهم في المانيا في هولندا، علاش بالضبط؟ حيت اشتا كيك بوكسينغ هي جات بحال فابريك ديال كيك بوكسينغ، جات هي زعما في هولندا.
وبحال تاي بوكس عندك في تايلاند، وفابريك ذا كيك بوكسينغ هي هنا في هولندا، وحنا خلقنا بها. نقدروا شي مره نشوفوا شي كومبا ديالك هنا في المغرب؟ ان شاء الله تنتمنى باش جلوريا يجي المغرب باش نزورها تما. شنو هي تحديتك المستقبليه في هذه الرياضه هذه؟ تشامبيون ضروري، تشامبيون دابا دوزو ثلاثه د المغاربه على تشامبيون شيب علىين، نتمنى نشوفوا راسنا تما عاود ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى لك التوفيق. الى رجعت معك شويه تاع كبطل مغربي بيان سور، بغينا نسولك على المسار ديال بدر هاري في هذه الرياضه هذه، واش خلى ان الشباب يمشيوا لهذه الرياضه هذه؟ ضروري ضروري تشوف، هو تقدر تقول هو اكبر مغربي زعما في كيك بوكسينغ. بالحق حتى حنا في هولندا خلقنا بالكيك بوكسينغ، بحال الكره، واحد يختار كره واحد يختار كيك بوكسينغ، واذا تختار وتتشوف وباغي تتبع في كيك بوكسينغ. بالحق هي تو عمل مستقبل ديالو في كيك بوكسينغ. الا سولتك، بزاف ديال الابطال المغاربه اللي كيكون عندهم جنسيات مزدوجه مغربي وهولندي او مغربي والماني، انت كيفاش جاك انك تختار ترفع الرايه المغربيه؟ قلب من داخل، هادشي تجي من داخل، هادي اختاريه زعما من داخل. انا من الصغور ديالي ملي بديت كيك بوكسينغ وعملت الماتش الاول، الرايه ديالي دايما معايا، ماشي ملي طلعنا شفنا الرايه، لا من ستارت زعما، من الاول تندي رايه معايا، وهاديك الشيء تجي من القلب، تعطي لك قوه. كآخر سؤال، شنو تبغي تقول للجماهير المغربية اللي غتفرج فيك نهار السبت بيان سور، واللي كتبع هذه الرياضة وكتبع النادي؟ يعني راية واحدة في المغرب، مجموعين وتبعوا كيك بوكس، سيبورت الناس اللي من هولندا اللي خطروا على المغرب، عاونوهم فين قدر تكون، وتبعوا وتعجبكم الحال إن شاء الله. إن شاء الله. ميرسي بوكو خويا نبيل. شكرا، بارك الله فيك.